بالنسبه للتجنيد الاجباري نتاع التراري مزيان هذا الوقت، علاش؟ حيت التراري ولاو مشتين انت على الفانيد وهكا كثار وما بقاتش الرجله، خصو يتوم يترجلوا. مني انا وجبت انا تنقرا، ولكن مني انا وجبت كون كنت ممكن يتشوني. عادي يعني نحميو بنادم تيموت على بلاده ولا على ولاده. متفق مع هذا الجنيد الاجباري، حتى البنت يمكن لها تمشي دير الجنيد الاجباري، ما كانش فرق ما بين المراه والراجل. المراه تقدر على الجنيد الاجباري، والمراه ما مكونه اسره راه تقدر على الجنيد الاجباري. الجنيد الاجباري مزيان دوك الناس اللي ماشي خدامين شو بطاله داك مريحين وداك الشيء مزيان لهم، غادي ينفعهم مزيان، هو اللي غادي ينفعنا. حتى البنات تاعهم مزيانين، مزيان هاد الجنيد الاجباري بالنسبه للبنات تاعهم مزيان لهم، لا الدراري ولا البنات كاع مزيان. مزيان هاد الفكره هادي، كتناقص من اصلا ديك يا اخرين كيكونوا بزاف ما خدامينش، كيكونوا يعني عدلوا شي حوايج خايبين، رغم يمشيو هاد الشيء يمشيو يتخلصوا، كيتخلصوا 40,000 في الشهر، ومزيانه اليوم كيناقصوا نيت من مدينه راه كيكثروا فيها الشماكريه وبزاف. بالنسبه لي انا متفق معاه، انا كون كنت انا ما كنقراش نمشي اليوم، انا اصلا عندي الهوايه ديالي مشيت جنيت بلا بيوم بلا بيوم وما انا ماشي. البنات ما يقدروش يكونوا كاملين، كاينين منهم ما يمشيو، منهم عندهم حتى هما يمشيو تما، ولكن الاغلبيه كنظن حتى هما ما يقدروش. انا اختي متفق مع التجنيد الاجباري، لانه كينقص من صراحه من البطاله ومن الدراري صراحه ما خدامين ما والو، احسن يمشيو يخدموا لهم. وتا انا اصلا كون ما كنتش كنقرا حتى انا مزيان ليا هادشي، ولكن ملي كنقرا انا متبع قرايتي وهادشي اللي كاين اختي. اما بالنسبه للدراري اللي ما عندهم لا قرايه ما يدار ما والو، اللهم احسن لهم يمشوا هادشي، لانه غيستافدوا منه، وفي بنادم غي بعدا عنده من يعيش. اما لا بقى مقابل الشارع راه شي حاجه ما غيعطيها لي الشارع. والبنات ما عرفتش اختي، ولكن بان لي ما عندهمش اراده والقوه باش غادي يستحملوا هذا الشيء هذا، والله اعلم. انا هذا الشيء الراي ديالي والله اعلم. بالنسبه لي الجنيد الاجباري هو في صالحنا حنايا الشباب، لانه بالنسبه للناس اللي ما تيقراو ما خدامين ما والو، يعني شنو غادي يديروا؟ غادي يبقاو واقفين مثلا جناب الحيوطه، ولا يتسناو بنادم، ولا يبقاو حاجين البنات وهكا حشومه. اللهم انهم يمشيو يتعرفوا على ناس اخرين، يعرفوا بحق الرجله، لان التجنيد راه شي حاجه تخدم مع الجنود، راه شي حاجه راه واعره باش يعني انت تدافع على الوطن ديالك. راه تبارك الله راك وصلت لواحد القيمه ديال الوعي، وتنشوفوا كيفاش مثلا الرياضه هكا بزاف ديال الحوايج، فهمتي؟ المهم انا بالنسبه لي خلاصه هادشي اللي قلت كامل هو اننا متفق مع الجنيد الاجباري، وماشي ماشي ماشي بالضروري انه مثلا تقاني منه الفلوس ولا شي حاجه. المهم انا متفق معاه. شي ميزان اذا هو شي ميزان الله يرحمه. الجنيد الاجباري هو قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.